كان صغير وهو يحلم يكبر يطلع للدكتور يولي دكتور. برضو كانت البرمار بعيد عليه ولازم يمشي 20 كيلو باه يوصل شكجور. برضو كان وضعهم بهدل كرطابلو صاشي سي فرصة قدام الزملاء كان ديما محقور كان صبور راضي وقانع بالمكتوب اللي كتبه ربي ليه. سي فرصة كان متيقن باللي كل ما يشقى يتعب ربي راح يجازيه. سي فرصة كان يشوف الفقر اللي عاني فيه مصدر قوة ماشي حاجة الحلم اللي حابب يوصل ليه وليه ما تجري ليه ليه. حتى الجان وصل للباك ودار عزيمة أفاك مونسيون لازم يديه ولازم يكون ملتزم عازم باهي ينسي والديه من الفقر اللي عاش وغربيه. وسبري كان راجل وفحل ودار الشي اللي كان حابب يوصل ليه. هذا المكتوب ما كان منه حتى هروب كل شي محسوب والفانية يمشي ويذوب ما لا أقنع بشي اللي كتبه ربي ليك وقول الحمد لله يا العالي وشد راهي فيه. هذا المكتوب ما كان منه حتى هروب كل شي محسوب والفانية يمشي ويذوب ما لا أقنع بشي اللي كتبه ربي ليك وقول الحمد لله يا العالي وشد راهي فيه. بعد الصبر يجي الفرح ويمزح الدمعة ليا ما جرت بالعينيه وهم وتعب الفقر كامل راح كي جاب الباك بامتياز والشهادة بين يديه. هذيك اللحظة صاحبو يطاح ميطاح طيحت الفرحة ماشي طيحت الفقر اللي ديما طيح فيه. والدي فرحوا بيه وعنده فضل كبير عليه بفضل خالق واحدة ما يقدر يوصل ليه. وبيه وليه الواحد لازم يطيع ويطع والديه باه يقدر يوصل لشي اللي حابب يوصل ليه. هذا الجوز يسور حابب بيه نعطيك نصيحة باه ترضى بابتلاء اللي بلاك ربي بيه. خطرك ربي يا محالي خلي عبده ضايع بين عابديه. سي بورصا ارضى بمكتوبك يا بلاد مصبر واقنع بشي اللي كتبه ربي ليك وقول الحمد لله يا العالي والشد راهي فيك. هذا المكتوب ما كان منه حتى هروب كل شي محسوب والفانية يمشي ويذوب ما لا أقنع بشي اللي كتبه ربي ليك وقول الحمد لله يا العالي والشد راهي فيك. هذا المكتوب ما كان منه حتى هروب كل شي محسوب والفانية يمشي ويذوب ما لا أقنع بشي اللي كتبه ربي ليك وقول الحمد لله يا العالي والشد راهي فيك.